إنه ليشرفني أن أتواجد بينكم اليوم في الصين ذات الحضارة العريقة، تلك الحضارة التي تشهد على صلابة وإرادة شعب عظيم مزج حضارته بكل صور الحداثة والتقدم في عصرنا الحديث. إن المصريين برغم التحديات الجسيمة يستكملون بدأب وجدية بناء المستقبل وتطبيق برنامج طموح للنمو الاقتصادي المستدام. كان دعم مصر لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها فخامة رئيس الصين لإعادة الروابط التجارية والثقافية بين الشرق والغرب عبر شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التي تقع قناة السويس في القلب منها. فدعونا نعمل معا حكومات وأفراد ومجتمعات أعمال لصالح شعوبنا التي تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية.